رجعت بالذاكرة إلى الوراء. ما هي تركيا؟ تركيا دولة إسلامية حملت لواء الخلافة 3 قرون من الزمن. كان فيها خليفة المسلمين، وكانت تركيا مقر الخلافة الإسلامية، ومهما قيل فإن الخلافة كانت رباطا مقدسا، وكانت عروة وثقى تجمع شتات الأمة الإسلامية. فقد كانت الأمة الإسلامية أيام الخلافة عقدا فريدا، فلما سقطت الخلافة انفرط ذلك العقد، ولم يبق منه سوى خيط الذكر الرفيع. كانت تركيا مقر الخلافة الإسلامية، فماذا حدث؟ كان الأتراك يحترمون القرآن العظيم احتراما محيرا ومبالغا فيه. كان الواحد منهم إذا دخل حجرة ووجد فيها مصحفا لا يمكن أن يخرج بوجهه من الحجرة، إنما يخرج بظهره إلى الوراء حتى لا يعصي مصحف ظهره. إكراما لكتاب الله، إكراما لكتاب الله. إذا دخل أحدهم حجرة ووجد فيها مصحفا لا يرضى ان يخرج من الحجرة بوجهه حتى لا يولي المصحف ظهره، انما يخرج بظهره ليولي المصحف وجهه. هكذا كانوا يحترمون القرآن. يا معاشر الاخوة، كيف كانت تركيا؟ ثم الى اي حد انحدرت؟ كانت مقر الخلافة الاسلامية، كانت ترسل بجيوشها لتفتح البلاد وتهدي العباد، كانت ترسل بقواتها لتحمي ثغور الامة الاسلامية. فماذا حدث؟ تولى حكمها دكتاتور غاشم وطاغية عنيد يسمى مصطفى كمال أتاتورك، رجل لو بحثت في تاريخه لعلمت ان التي ربته امرأة يهودية تغذى بلبانها، ولما شق على الطرق واعلن سقوط الخلافة واقام النظام الجمهوري في تركيا 1923 من الميلاد، ومات اتاتورك 1938 وعنده من العمر 58 سنة، حكم تركيا 15 عاما قضى فيها على الاسلام والمسلمين. حتى الاذان، غير الاذان فلم يسمح بان يؤذن مؤذن باللغة العربية. منع الاذان، منع كلمة لا اله الا الله، وغير اللغة العربية الى اللغة اللاتينية. ودائما تجدون ان اللغة العربية تحارب كلما حورب الاسلام، لانهم اذا قضوا على اللغة العربية فسوف يتسنى لهم القضاء على الكتاب والسنة.